خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ بلاش الاسم. بلاش الاسم. كام سنه؟ 20. 20 سنه. مرتبطه؟ مخطوبه. جميل. مخطوبه على الحب ولا خطوبه تقليديه؟ لا لا على الحب. طيب جميل. ايه الحكايه تحت امرك؟ اتفضلي. هو مشكله خطيبي دوت قبل حتى ما يخطبني كان بيخوني كتير جدا. فكنت بعدي. بس بعد الخطوبه قلت خلاص هيتعدل. بس ما زال بس انا طبعا انا احساسي بيه يعني بحس بيه جدا فبحس ان هو خاني خلاص يبقى بيخوني. فمن فتره اتغير كده معايا شويه. بتحسي بيه ولا في شيء واضح قدامك متاكده منه؟ اصل ممكن بحس يكون بحس بيه وبعد كده بلاقي دليل. بتلاقي دليل؟ لان كتير قوي لما بيكون في الواحد عنده الوسواس القهري ده بيبتدي بقى يوسوس من اي حاجه. بالعكس بالعكس انا عارفه ان الشك وحش جدا انا ما بحبوش. بس من فتره لقيته كده متغير شويه. بعد كده امبارح بكلمه ففي واحده صاحبته انا عارفاها مش كويسه خالص. بس فبيقول لي لا دي محترمه وانت واخده عنها فكره مش حلوه وهي محترمه جدا وبتحملها جدا. فمهم قعدت اجري في الكلام فبعدين قال لي اه قال لي انت معاها من اسبوعين. فبقول له ازاي؟ قال انا كلمتها وجات البيت ونمت معاها وبعد كده ندمت. عمل مع خلينا نقول الكلام بشكل تاني عمل مع علاقه يعني عشان بس ما نقولش كلام يجرح الناس في البيوت. اتفضلي. تمام. بس وبعد كده قال لي انا عملت معاها علاقه وبعد كده ندمنا وقلت له لا خليني اخوات ومش عارفه ايه. بس بقول له بعد كده لما لقيني خلاص يعني هزعق او هعمل حاجه لحد لا انا بهزر معاكي بس انا عارفه ان هو مش هزار. هو طول عمره بيعمل كده معايا لما بيكون عايز يعرفني حاجه يعرفها يبقى كده يجي يقول لي وبعد يعني بكتير يقول انا اصلا ما كنتش بهزر. انت فاهم؟ وبعدين؟ بس هو سكت وطبعا هو خد ان هو هزار وطبعا انا مش هينفع اتكلم معاه ولا حتى ازعق له لان هتقولي هيقولي انت شاكه فيا وما حصلش حاجه وانت كده جديد. انت فاهم؟ بس وطبعا كل يوم الاقي انتظار زي دلوقتي مثلا بكلمه انتظار يعني يقول لي انا رجعت البيت فشويه وهكلمك ولاني شويه ده اصلا كل ده بيتكلم فيهم. وبيتكلم مع صحابه بنت انا ما عنديش عارف انا نوع ما عنديش مشكله ان يصاحبهم يكلمهم يخرج معاهم انا ما عنديش مشكله لكن مشكله صحابه البنات كلهم مش محترمين انا شايفه كده انت فاهم واقعد اقول له ما تكلمهاش مفيش فايده برضه وحاجه كمان بيقعد يخرج معاهم كتير جدا يعني هم اصحاب كده ولاد وبنات بيقعدوا يخرجوا كتير قوي مع بعضه ما بيجيش يقول لي اخرجك او ما بيرضاش ياخدني معاه انت فاهم ما بيرضاش ياخدك معاه مع اصحابه بص هو انا قبل كده الصراحه خرجت معاهم انا اللي رفضت بعد كده لاني انت عارف الناس اللي بيهزر بس هزار قال لي الادب انا مش متعوده حتى ان انا اسمعه حتى هو قال لي انت شخصيه واحنا شخصيه ثانيه خالص هي هو اعترف ان البنت دي حاجه او هم حاجه وانا حاجه انت فاهم فانا بصراحه يعني لما خرجت معاهم مره حسيت ان الناس كلها بقت تبص لنا وانا مش متعوده على الجو ده خالص وانا حاجه هم انا تربيه هم تربيه ثانيه خالص انت فاهم فقلت له لا ما تخرجيش معاهم تاني انا بصراحه رفضت بس بعد كده بفكر ان انا اخرج معاهم لان انا مش عارف اخرج معاه ولا بيخرجني ولا بيهتم بيا زي الاول لا لا استني بس مش معنى انك انت رافضه تصرفات اخلاقيه معينه من بعض الناس يبقى تجبري نفسك عليها علشان تبقي خارجه مع خطيبك طب انا عامل ايه ما هو ما بيخرجنيش يعني معاه 24 ساعه خارج معاهم يعني الحدوته مش ان انا انحدر اخلاقيا علشان ابقى مع خطيبي لا اكرم لك انك تقطعي الخطوبه يعني ان هو يعني هو يتصلح او تصلح اخطائه وتتصلح اكرم مليون مره من ان انت تنحدري اخلاقيا عشان تتعاملي معاهم لانك لما تنزلي تعيشي في وسطيهم الناس دي هتلاقي نفسك ببساطه مضطره تهرجي زيهم او تجاريهم او تقفشي عليهم ولما تقفشي عليهم هتحصل مشاكل يبقى ليه نروح في اتجاه ممكن ياخدنا في حاجه غلط علشان بس ارضي خطيبي انت عارفه ده هيكون عامل زي ايه زي البنت اللي سمحت للولد انه يعمل معها علاقة علشان ترضيه وفي الاخر سابها طب هو دلوقتي حتى انا تعرف المشكلة في ايه؟ ان انا حتى مسكت دليل ان هو خاني انا مش عارفة انا هعمل ايه لو اكتشفتي وتأكدتي ان هو خانك مش هتعرفي تكملي معاه لانه لو اكتشفتي وتأكدتي ان هو خانك هتبقي شاكة في كل شيء حواليكي هو فعلا انا بشك فيه جدا جدا يعني عارف دي مشكله كمان عندي انا بشك فيه يعني عارف لو قال لي ان هو عن صاحبه بشك فيه اصل انا بقول لك هو خاني كتير فخلاص يعني خدها بقيت متعوده لا ما فيش حاجه اسمها متعوده انت عندك استعداد تعيشي طول عمرك في شك وقلق وحيره انا بقول ان هو هيتغير يعني انا بقول يمكن هو حتى يقول للولد لما يكون بتاع بنات قوي تتجوزيه خلاص ما بقاش كده مين قال لك الكلام يعني الفارغ ده؟ هو اللي بيقعد يقول لي هتغير اكيد ومش عارفه ايه والكلام ده كله اللي لو هيتغير اكيد كان اتغير يا بنت الناس
مستني ايه عشان يتغير؟ ما اعرفش، انا حتى قلت في الخطوبه اكيد هيتغير. لا مفيش فايده برضه. يعني هيستنى ايه علشان يتغير؟ معلش انا بقول الكلام الصح، اللي عايز يتغير بيتغير، اللي عايز يبتدي حياه تانية ويعيش حياه تانية بيبتدي حياه تانية، اللي عايز، اللي بيحس ان هو مشي في طريق غلط وعايز يصلح من نفسه بيصلح من نفسه. انما لو هتفضلي طول عمرك منتظره انه يتغير مش هيتغير. لو بيخونك دلوقتي وهو خطيبك هيخونك بكره وهو جوزك. لو هو اساسا انسان ما حسش بالندم، لان عشان اتغير لازم اعرف مدى خطئي واحس بالندم وتكون عندي نفس تلومني على فعل الخطأ وتقولي ما تعملش كده، وفي الحالة دي تبقى توبتي من الغلط توبة نصوحة وأقول لا أنا مش هعمل كده تاني، أنا هتقي ربنا مش بس في خطيبتي ولكن هتقي ربنا في المطلق، عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا ما أعملش كده. إنما هو مش في دماغه، هو عمال يروش ويهزر وملموم على شوية بنات وشوية شباب وعمين يهزروا ويقبحوا ويقولوا كلام ويقولك أنا هتغير. لو كان بجد في نيته يتغير كان بعيد عن شلة الفساد دي.